دلوقتي ميعادنا مع جمال وسحر الطبيعه اللي بنشوفه في العالمين. تعالوا نروح مع حضراتكم نشوف ايه اخر الاخبار في مهرجان العالمين الجديده مع زميلتنا دينا شرف، ولقاء ليها مع المهندس صالح عبد العالي المشرف على مشروع ابراج مارينا العالمين الجديده. صباح الخير يا منى، صباح الخير يا عبدو، صباح السعادة والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان. احنا النهاردة برنامج صباح الخير يا مصر من مدينة العالمين الجديدة. مدينة العالمين الجديدة يمكن احنا في البرنامج يمكن كنا موجودين في عدد كبير من الأماكن اللي فيها التنمية العمرانية بشكل كبير، من الإسكان المتوسط لحي مزارين لكمان الحي اللاتيني وغيرها والداون تاون وغيرها من المناطق هنا اللي بيتم، والأبراج الشاطئية كمان اللي بيتم فيها البناء على أو إن احنا الإيد كده على يعني بسرعة جدا وإيد شغالة زي ما انتم شايفين كده على قدم وساق، بنبدأ إن احنا نخلص بشكل كبير جدا كل الإنشاءات اللي موجودة في مدينة العالمين الجديدة. احنا دلوقتي حاليا من امام ابراج مارينا العالمين، هنعرف تفاصيل اكتر عنها وتسليمها وازاي بيتم تنفيذها وايه الاختلاف ما بينها وما بين ابراج الشاطئيه. سيدنا ما تكون معانا على الهواء مباشره المهندس صالح عبد العال المشرف على مشروع ابراج مارينا العالمين. اهلا بحضرتك وصباح الخير. حضرتك يا فندم، انا بشكركم طبعا على مجهودكم الرائع في المدينه، وبتغطوا العالم عالمين، مهرجان العالم عالمين، وبتغطوا برضو مشاريع وبتدوا معلومات للمواطنين عن المشاريع في المدينة. في البداية طبعا بنرحب بحضرتك وحابين نعرف منك طبعا الأبراج مارينا العالمين ايه اللي هي يعني عددها قد ايه والمستهدف منها عدد كام من الوحدات بالظبط؟ تمام، هو المشروع عبارة عن ثلاث مراحل، المرحلة الأولى ثلاث أبراج، مرحلة تانية برجين، مرحلة الثالثة برجين. احنا بدأنا في المرحلة الأولى والثانية اللي هم خمس أبراج، ان شاء الله مستهدف عدد وحدات 1694 وحده متقسمه على الخمس ابراج. احنا عندنا مساحه المشروع كامله على 28.5 فدان، يعني 120000 متر مربع تقريبا، نسبه البنائيه 70000 متر مربع نسبه البنائيه، فيعني بتكلم 60% تقريبا، فيهم 40% لاندسكيب وطرق وخدمات. ايه الفرق؟ دايما الناس بتسال ايه الفرق بينها وبين ابراج الشاطئيه، حتى احنا شايفين في الصور الخاصه بيها بعد الانتهائيه يمكن قريبه بالشكل من الابراج الشاطئيه. هي الابراج دي ميزتها انها على البحر مباشره، يمكن الابراج الشاطئيه المعروفه طبعا انتوا صورتوا كتير فيها وعارفينها، دي على البحر مباشره، اللي بيفصل بينها وبين البحر بس الممشى السياحي، فهي ليها واجهه يعني رائعه على البحر. الواجهه دي تقريبا على طول 700 متر مربع، 700 متر طولي على واجهه البحر، فده اللي بيميز الابراج دي. غير كده ان احنا خدنا فيها طابع معماري حديث وان شاء الله باذن الله تطلع بشكل يعني افضل من ابراج الشاطئيه ان شاء الله. هي طبعا زي ما احنا شايفين هي ارتفاع كام دور؟ الارتفاعات الادوار عندي برج واحد 32 دور، عندي برج 2 38 دور، 3 38 دور، 4 و5 41 دور. طبعا ده كله مرتكز على قاعده مشتركه من 5 ادوار ل6 ادوار. انا حابه برضو اعرف من حضرتك عدد الوحدات اللي موجوده بالظبط كام؟ نعم، عدد الوحدات اللي هتكون موجوده هنا متواجده هنا 1694 وحده ان شاء الله. 1964 1600. طيب من جهة التسليم بقى والإنجازات في العمل على الأرض، يعني مفترض إن هيتم تجهيزها وتسليمها خلال قد إيه؟ والله إحنا دلوقتي نسبة التنفيذ وصلت 45%، هو المفترض إن إحنا كنا يبقى أعلى من كده، بس إحنا واجهنا مشاكل في التربة، كان في كيفز وتكهفات فدي استهلكت منا خرسانة. يمكن إحنا صابين 170000 متر مكعب خرسانة في المشروع، وصابين 15000 متر مكعب مورتر طبعا عشان بيبقى في مشاكل في التربه، فبنضطر ان البايلز بيتصب اكتر من مره وبيتحفر اكتر من مره، الديف فاونديشن تعبتنا شويه واحنا شغالين فيها علشان يبقى في سيفتي ويبقى يتنفس ب 100% ان شاء الله. يعني ان شاء الله. طبعا احنا بنتكلم على ان مدينه العالمين الجديده هي مدينه ذكيه وبتدعم التنميه المستدامه بشكل كبير، ايه اللي بتوفره ابراج مارينا العالمين تكون مواكبه بشكل كبير هذا التطور؟ والله احنا مستخدمين في احدث التكنولوجيا سواء في التنفيذ او ان شاء الله باذن الله في التشغيل يعني. فطبعا دي مش هتقل عن اي ابراج سواء بره. من خلال ايه بالظبط؟ من خلال الانظمه اللي موجوده، احنا مستخدمين انظمه حديثه سواء في التنفيذ او سواء في التشغيل بعدين، بحيث توفر للناس يعني رفاهيه كبيره وتوفر لهم. خلينا في التشغيل بعدين، يعني حضرتك يمكن اتكلمت على الانفراستراكشر من البدايه والدعم اللي في الارض، لكن بنتكلم بعد كده بقى ايه بالظبط؟
بعد كده من ناحيه انت بتقول تشغيل تشغيل يبقى ان شاء الله موجود عندنا انظمه يعني حديثه سواء في التشغيل انظمه الكتروميكانيكال هو اكتر حاجه عندنا يمكن الام اي بي بيبقى فيه تطور وفي انظمه احنا متابعها وبن يعني بنحدث من الابراج اللي موجوده في الجمهوريه بحيث انها تواكب الابراج اللي بره. أكيد متاح يكون أسواق باركينج يعني خدمات تسويقية هنا تجارية محلات تجارية مفترض ده موجود؟ هيبقى في مطاعم محلات تجارية هيبقى في جزء باركينج 3000 سيارة هيبقى عندنا طبعا الدوبليكس استوديو وان بيدروم أو اتنين أو تلاتة على حسب المساحات ده كله أو التوين هاوس كمان موجود فكله ده متوفر في المشروع يعني. ان شاء الله انا بشكركم شكرا جزيلا ونورتنا وان شاء الله بالتوفيق دايما باذن الله. شكرا جزيلا لحضرتك المهندس صالح عبد العال المشرف على مشروع مدينه او ابراج مارينا العلمين الجديده في مدينه العلمين. طبعا زي ما تابعتوا معانا كده هذه الابراج يمكن هتكون قريبه جدا من البحر او من الشاطئ وكمان عدد الوحدات فيها هيصل لاكثر من 1600 وحده سكنيه مختلفه المساحات وفي منها يمكن بنت هاوس في منها مساحات مختلفة وكمان بتدعم التنمية المستدامة وأكيد إنها بتستخدم الذكاء أو يعني كمدن من مدن الجيل الرابع في الإنشاء وفي بعد ذلك من تشغيلها وإن شاء الله أكيد دايما إحنا من برنامج صباح الخير يا مصر بندعم كل العمل ده على أرض الواقع وبنشجع الإيد الشقيانة اللي زي ما أنتم شايفين حواليا كده هم ما زالوا شغالين كده متواصل 24 ساعة شفتات يمكن علشان يتم الانتهاء في أسرع وقت من كل مشروعات التنمية العمرانية اللي موجودة في مدينة العلمين الجديدة. رجع لكم مرة تانية منا ومحمد علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا دينا. هو ده فعلا اللي بنقول عليه دينا لفت المدينة فعلا خدت كل الأماكن المختلفة في مدينة العلمين وحاولت تنقل لنا أكبر قدر ممكن على مدار صحيح. الأيام اللي فاتت في الإنشاءات وفي الفعاليات المختلفة. شكرا ليك دينا شرف زميلتنا من العلمين.